يعتبر استخدام التطبيقات الإلكترونية لمراقبة استخدام شخص لبرامج مثل الواتساب أو السناب شات كأن يتم مثلاً التنصت على المحادثات الصوتية، أو يتم مراقبة دخوله أو خروجه إلى البرنامج، أو يتم مراقبة مدة مكالماته. هذه جميعها تعتبر انتهاك للخصوصية إذا كانت من دون إذن قضائي أو قانوني. المادة 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن 100,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قيام الشخص باستخدام وسائل فنية من دون مسوغ قانوني، وذلك ليتنصت، ليلتقط أو ليعترض إرسال غير موجه للعامة. وتشدد هذه العقوبة في حالة إذا قام هذا الشخص بإفشاء محتوى هذه البيانات بأن قام وأرسلها إلى شخص آخر غيره.